وحول تفاصيل هذه المشاركة تنضم إلينا من ليتوانيا سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي، عضو مجلس الشورى، رئيسة الوفد المشارك في أعمال المنتدى. دكتورة، لو تخبرينا قليلا عن أصداء هذا الاجتماع وأيضا الأصداء التي لمستيها من خلال الموجودين عبر هذا المنتدى من جهود ملموسة لمملكة البحرين. لقد لمس اليوم يعني خلال مشاركتنا في أعمال المنتدى أصداء إيجابية وإعجاب بحجم الإنجازات والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة البحرينية، واللي من خلاله حققت طبعا مواقع متقدمة على خريطة العالم من حيث نسب حضورها ومشاركتها في بناء المجتمع وتواجدها على طول في المواقع القيادية ومراكز صنع القرار. وطبعا هاي تشريف لنا احنا كممثلين عن السلطة التشريعية بأن نكون مساهمين في أعلى اسم مملكة البحرين خلال المشاركات. وأحب أشير إلى أن من خلال مشاركة الوفد في كافة جلسات العمل اللي عقدت على مدار اليومين حرصنا على عرض جوانب مختلفة من تجربة مملكة البحرين في مجال دعم المرأة والنهوض بمكانتها في المجتمع، وكذلك بيان مبادرات البحرين في مجال تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في بناء الوطن اللي تحقق بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة أهل البلاد حفظه الله والتزام والدعم من الحكومة، وبجهود طبعا كبيرة من المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة قرينة أهل البلاد المفدى. طيب أخبرينا دكتورة، كيف ستعمل النتائج التي خرج بها بالتأكيد هذا المنتدى يعني على تعزيز حضور المرأة ومكانتها دوليا؟ طبعا هاي المنتدى يركز في كل عام على جوانب معينة في مجال دعم مكانة المرأة، وهالعام اتخذ المنتدى شعارا يدعو للإسراع في اتخاذ خطوات جدية وعملية لتعزيز حضور المرأة في كافة المواقع. فكافة التوصيات تصف في اتجاه الكيفية التي يمكن من خلالها استفادة المرأة من التطورات العالمية كما هو حال في مجال التكنولوجيا مثلا لإبراز طاقتها وقدراتها في مجال العمل السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وركز المؤتمر على موضوع تكافؤ الفرص، وهذا الموضوع بالنسبة لنا نحن وايد مهم بالتأكيد لضمان حصول المرأة على فرصتها الكاملة مثلما في عملية التنمية. ومن خلال النتائج اللي خرج بها هذا المنتدى لمسنا أن مملكة البحرين تحقق مكانة جدا متقدمة في مجال دعم المرأة، فأغلب هالنتائج وجدناها متحققة بالفعل على أرض الواقع لدينا. نعم. وهو ما يحفزنا طبعا المزيد من العمل في السلطة التشريعية وبتنسيق وبالتعاون مع مختلف الجهات للحفاظ على هالمكتسبات اللي تحققت المرأة البحرينية والبناء على تأكيدها. نعم، من ليتوانيا سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي، عضو مجلس الشورى، رئيسة الوفد المشارك في أعمال المنتدى، شكرا جزيلا لك.